خامة واحدة بس، مفيش أسمنت، مفيش حديد تسليح، مفيش مواد عزلة للمطر. هل تعلم يا عزيزي إن الأهرامات مفيهاش ولا عمود؟ يبقى نقول أهلا بيكم في أهرامات الجيزة وصلوا على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس تدخل هنا ليه؟ ودي أبو الهول أهو. كنا كاريتا برضو هوريها لكم. إقبال كبير من كل فئات المجتمع يعني، من السياح ما شاء الله. ركبنا الجمل وركبنا الحصان، تجربة يعني زيارة الأهرام. بص تاخد لفة كاملة 360 درجة كده. ده هرم ايه بقى؟ خوفو. ده خوفو؟ دي خفرة. ده خفرة؟ اه يا عم ابو مثلث فوق ده. ايوه خفرة. هرم خوفو اكبر من خفرة، بس خفرة اعلى، القاعدة بتاعته عالية فيبان ان هو اكبر. وده خوفو اللي من غير مثلث فوق. خفرة أرضه عالية. يعني تخيل مبنى زي الهرم الأكبر في الجيزة بارتفاع ناطحة سحاب 50 دور، ما فيهوش ولا عمود، مجرد رص أحجار فوق بعضها. ركبنا الحصان وركبنا الجمل. ركوب الجمل ممتع يعني، ركوب الحصان برضو أمتع. وهوريكم الحصان. الراجل اللي ركبنا الحصان قديم وخبير. ربنا يعينه على الحصان، علمنا ازاي بشد اللجام. وازاي نحوده يمين ونحوده شمال، متعة. وانا ايه اركب يعني ولا ايه؟ اركب بقى اركب بقى. طلعنا خالص يا اخويا. كام ده؟ شغال اهو. ايه هو كده على جو؟ مظبوط كده يا عم الحاج؟ ايوه يا عم. انت والله كل ما الناس هتقول لنا كده قدامك ورجع تاني الناحيه الثانيه. قدامك ده المعبد الجنائزي. ده الهرم منكورع. منكورع لف وسط شمال. لف شمال. لف شمال. في الجبل اللي ورا. اه. كمان شمال تاني. لف تاني. لا يا. دي من حبل بريك يا ابو كريم. داخلين على الهرم بقى كده.
هنا احجار كبيره. دي توزن من طن لتلاتة طن، وداخل الهرم الحجر الواحد بيوصل لتمانين طن، واحنا بنتعب عشان نطلع الطوب الاحمر بالونش. ازاي الاحجار دي اتنقلت للمكان ده؟ رتبت بالشكل ده، سبحان الله. من غير قماش من غير سقالات من غير موازين وأجهزة قياس بالليزر من غير تكنولوجيا غير كمبيوتر للتصميم من غير سبحان الله. خامة واحدة بس. إقبال كبير ما شاء الله من كل فئات المجتمع يعني. بص تاخد لفة كاملة 360 درجة كده، وركبنا الحصان وركبنا الجمل وركبنا الكاريتا برضه هوريها لكم. ركوب الجمل أمتع، الجمل بيبقى عالي وبطيء، تجربة يعني زيارة الأهرام. الحمد لله مبسوطين بالفرجة على الآثار، ونسبة سياح برضو هنا لا بأس بها يعني. عدد كبير من السياح ما شاء الله يعني في الشتاء 2025. ركوب الجمل أمتع، الجمل بيبقى عالي. تحيا مصر، تحيا مصر. وبطيء، الحصان بيبقى أوطى وسريع. تجربة يعني زيارة الأهرام. الراجل اللي ركبنا الجمل قديم وخبير، خد لنا صور تحفة، محترف في التصوير كمان يعني. ده ايه ده؟ ده معبد ايه؟ يعني ايه معبد ايه اسمه ايه؟ ده النار خوفو اللي بيتعبدوا فيه الاول يعني. ايه النار خوفو؟ الصراحة بتاعته دي الصراحة بتاعت الملك فاروق. ايوه ودي نهار خوفو المدخل بتاعه، ودي الاختراع بتاعت الملك فاروق. شايف ده؟ خوفو.
تمام الله يبارك لك. جبل الهرم الصغير هرم الملكات ده المعبد اللي كانوا بيتعبدوا فيه. ده معبد برضه ده بنقول اهو في سياح برضه. اخبار السياحه ايه بقى هنا؟ ماشيين التمرين. بس سياحه كويسه يعني؟ سياحه كويسه يعني؟ بيقولوا ايه قبل اهو؟ ابو الهول اهو 2025 نشوف سياحة هنا اهو. نشوف سياحة كده من الغزال اهو. شكليز السياحة كتير يعني الحمد لله السياح مبسوطين بالفرجة على الآثار. وعظمة قدماء المصريين دخول منطقة الأهرامات 60 جنيه الفرد. أهرامات الجيزة بالفيزا بتدفع بالفيزا على فكرة و30 جنيه للطفل. وادي أبو الهول أهو وقت الغروب. وإلى اللقاء.